بالصور والدلائل اليوم الدرون الإيراني يسحق دبابات التي 72 المحمية بمدرع النشط. عناصر جبهة تيغراي أرادت أن توجه ضربات إلى جيش أبي أحمد الجيش الأثيوبي، لكن الأثر الشديد ضد دبابات التي 72 جعل الوضع مأساويا في أثيوبيا، لأن هذه الدبابات تحولت إلى بسطة معدنية. في هذه الصور تجد الأثر الأساسي والشديد لدرون مهاجر 6، وقد كانت الدبابات متفرقة وبالعشرات، كانت تدمير شاملا. ظهرت مهاجر 6 إلى جانب هذه المذبحة، بل إنها صانعتها. تقول أفيا برو الروسية إن موسكو اليوم تحقق في الذخائر التي استخدمتها هذه الطائرة من دون طيار الإيرانية، وهناك 5 من إليوشن القتالية الثقيلة 76 تصل إلى أثيوبيا، 73 42 بي 3 أو بي 3. اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من اسرار شرق اوسطية. اضطرت مصر مباشرة الى التعاطي مع مدمرات امريكية تدخل لاول مرة في القاعدة المصرية في البحر الاحمر، واستخدمت لاول مرة رادارات مضادة وايضا تشويش موجه مباشرة الى ايران، فاصبحت الحرب المصرية الايرانية على قدم وساق الكترونية تزعمها الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلفها إسرائيل، وتحولت القاعدة المصرية في البحر الأحمر إلى قاعدة متقدمة لتحالف أمريكي إسرائيلي مصري. هذا التطور جاء مباشرة عقب أو بموازاة، نحن لا نتحدث عن من الأول، هل المصري هو الذي قرر رد الفعل أم هو صاحب الفعل وردت إيران بقوة بنقل درون مهاجر 6، ونحن نتذكر أن 5 إليوشن 76 وصلت إلى أثيوبيا من إيران وبتقنية إيرانية. الحرب اليوم تدار بشكل كامل عبر أدوات إيرانية صدمت أولا موسكو لأنها لا تعرف الذخائر. أفيا برو خصصت موضوعا كاملا يتحدث عن تحقيقات روسية بخصوص ما هي الذخائر المستخدمة التي دمرت 72، أصبحت مجرد صفيحة معدنية. نحن نتحدث عن دبابة تماما كأنها استخدمت باليورانيوم المنضب الذي استخدمته الولايات المتحدة الأمريكية ضد التي 72 في حرب العراق ضد جيش صدام حسين. إذن هذه هي النقطة الأولى، التي 72 اليوم غير قابل للاستخدام. تيغراي ببساطة أصبحت بدون دبابات بدون مدرعات بفضل الدرون الإيراني مهاجر 6، وهذا الذي نحن نؤكد على أن بيرقدار عندما علمناها بشكل أكبر وبشكل حقيقي وعلى الميدان في ناغورنو كاراباخ. اليوم الدرونات الإيرانية لأول مرة يعرفها الجميع في حرب أثيوبيا، لأنه في سوريا هناك تعقيدات في الطيران مع نظام بشار الأسد وأيضا مع الروس، والروس لديهم خطوط حمر بهذا الخصوص. لكن في الاتجاه الآخر سنجد شيئا ثانيا، سنجد أن مهاجر 6 لديها هامش المناورة الذي يمكن أن يسمح لها بالاستخدام العالي لكامل تقنياتها، وعندما استخدمت ضد الدبابات الروسية التي فاجأها الموضوع بشكل كامل. إذن إن همشت 72 فقد انتهت كل الدبابات الروسية أمام مهاجر 6. هل هذا هو الواقع اليوم؟ نحن نراه في الصور الآن، وهو تطور استثنائي عسكري بالنسبة للخبراء غير مسبوق على الإطلاق. لذلك فالذي غير المعادلة بشكل كامل هي مهاجر 6، ليس فقط في الذين أرادوا اختراق الحدود السودانية مع أثيوبيا باتجاه سد النهضة وكشفتهم درون، هذا للإشارة فقط. الإيرانيون هم الذين كشفوا خرق الذي وقع انطلاقا
من اتش. ربما هذه النقطة يعتقد أنها اتش، وهذه النقطة ربما حوى، ربما فيها الحاء. هذا الذي يمكن اعتباره أساسيا. نحن نتحدث عن اختراق اتش القادم من السودان والذي حملته مهاجر التجسسية. إذا نحن نتحدث عن مهاجر ستة بطرق قتالية متقدمة وبذخائر لأول مرة تستخدم، ولديها فعالية تشبه إلى حد بعيد اليورانيوم المنضب. هنا يطرح السؤال، هل إيران تستطيع استخدام هذا اليورانيوم المنضب؟ هل لديها كل هذه الإمكانية؟ نحن ندرك بشكل كبير أن إيران لديها برنامجها النووي المدني المعروف، وأيضا هناك من اتهمها في 2003 وبعدها بمحاولة الوصول إلى برنامج عسكري. والمعروف سابقا أن ترامب توصل بما يسمى بالقنبلة النووية أو الشبه نووية، يعني أننا نتحدث اليوم عن قنابل شبه نووية وتقنيات شبه نووية باليورانيوم المنضب، واليوم استخدمت ضد التي 72. هذه المجزرة بالنسبة للتي 72 رسالة أقوى بكثير إلى إسرائيل. إسرائيل وأمام دباباتها سنجد مهاجر ستة في لبنان. هذا هو السؤال الذي يطرحه الإسرائيلي اليوم، هل لدى حزب الله درونات مهاجر ستة، وهل إمكانية إلحاق هذه المنظومة بحزب الله واردة؟ هذا هو السؤال المحوري الذي يدور عليه كل السؤال الاستخباري في الشرق الأوسط. هذه ليست مبالغة كما يعتقد البعض، إنه تحول رآه الجميع بالصور، لأن كل البروباغندا يمكن استخدامها، وهذه طبيعة الدول. لكن عندما يرى الجميع والخبراء يؤكدون، يكون الأمر تقنيا، لا لم يعد هناك الأمر بروباغندا من عدمها. حقيقة الوضع الآن أن مهاجر ستة وصلت إلى الحدود المصرية من جهة، الحدود البحرية المصرية من جهة، ويمكن أن تهدد بشكل كبير جدا أمن المنطقة الأمريكي، لأن اليوم يتحرك المصري تحت سقف أمريكا وتحت سقف القيادة الوسطى من أجل ربح نقاط أمام أفريكوم من جهة، وأمام، وهذا هو المهم، وأمام السباق الإسرائيلي المصري في شرق أفريقيا. ويريد كل من الإسرائيلي والمصري الحد من التأثير التركي قبل أن يصطدم الجميع بإيران وبطائرات مهاجر ستة التي نلاحظها اليوم في الحرب المباشرة التي تتواصل ما بين النظام المركزي لأثيوبيا بقيادة أبي أحمد وما بين جبهة تيغراي، تحرير تيغراي. إذن هنا يمكن القول مباشرة أننا أمام، أولا أن الذخائر اليوم التي تستخدمها مهاجر ستة لا يضبطها الروسي قبل غيره. المسألة الثانية أن التحقيقات اليوم الروسية والأمريكية والمصرية والإسرائيلية كلها تذهب باتجاه واحد، إلى أي حد يمكن الوصول بهذه التقنية؟ إلى آخر المطاف، إلى نهاية هذا المطاف، مطاف التنافس الإسرائيلي التركي اليوم، الأولى عبر إيران التي هي في اليونان وحول تركيا، وتركيا بالبيرقدار في كل من سوريا وفي ليبيا، والإيرانيون يدخلون على الخط مباشرة في العراق وإلى أثيوبيا. إذن العملية اليوم كلها تمثل قفزة وطفرة، لأن الإيراني الذي كسب اليمن هو اليوم في أثيوبيا، والخارطة تتغير بشكل كبير جدا للقول أن صراع القوى الأربع، مصر وإسرائيل تركيا وإيران، أو القوى المتوسطة التي، أو القوى الإقليمية المتوسطة، هي اليوم تسعى إلى أخذ الانفراد، إما بالتصنيع كما في حالة الإيرانية والتركية، وإما بالحالة الأخرى العمل من داخل أطر جيوسياسية ومدمجة لتقنيات روسية قتالية روسية وأمريكية في جيش يعتبر أن طاقته الهجومية أيضا متقدمة. إذن كل ما نراه اليوم هو
نوع من التنافس الكبير. المهاجر 6 تخلق المفاجأة الاستراتيجية في شرق أفريقيا، وتبقى هذه الاستراتيجية اليوم وهذا النصر الاستراتيجي لإيران انطلاقا من أثيوبيا اليمن، فهناك من يسعى إلى أريتريا اليمن، وهناك من يقول بباب المندب وربط باب المندب بالسويس. إذن هناك منظور أمني مباشر لكل قوة على حدة. التركية تنطلق من الصومال وتحاول مع جيبوتي أن تؤسس لمنظومة في شرق أفريقيا تعتمد على الدرون، تعتمد على القوام البري على وجه التحديد. بالنسبة لإيران كانت تعمل هناك في باب المندب على أساس الألغام مع الحوثي، على أساس القوة البحرية في باب المندب، على أساس عدم السيطرة الكاملة السعودية الإماراتية على شواطئ اليمن، كل هذا متفهم. لكن بالنسبة لإيران فهي اليوم تضغط بشكل آخر. هناك البيرقدار التركية عند الأثيوبيين، اليوم مهاجر 6 هي التي تقاتل، وهي التي يحاول اليوم أبي أحمد أن يجعلها ورقة تكتيكية إن بقيت بيرقدار كورقة استراتيجية. لكن كل هذه الأوراق الملعوبة اليوم هي باتجاه المناظير، هذه مناظير مختلفة. أولا ربط باب المندب بقناة السويس والأمن الأثيوبي بالسويس والقرن الأفريقي بالسويس، هذه قراءة للقوى العظمى خصوصا الأمريكيين، ويستفيد عبرها المصري، لأن المصري يمتد اليوم أمنه لقناة السويس عبر الأمريكيين إلى باب المندب. أما بالنسبة للشراكة السعودية المصرية حول اليمن وحول باب المندب لم تنجح بالشكل الكافي في تقسيم الأدوار داخل التحالف العربي الذي قاد الحرب في اليمن. هذه نقطة أساسية للغاية، لأن الذي يخاف منه المصري هو مستقبل اليمن ما بعد المعركة مع السعودية، هذا الذي يفكر فيه الآن المصري قبل أن يفكر في غير ذلك. إذن بالنسبة إليه ربط باب المندب والقاعدة البحرية المتقدمة له في البحر الأحمر مع قناة السويس، هذا هو الهم المصري، وهذا يتفهمه الأمريكي الآن ويريده الإسرائيلي، لأن تل أبيب تريد أن تلعب هذه اللعبة حتى النهاية. إذن هناك تركيا، هناك إيران عبر اليمن الحوثي وإلى أثيوبيا، وفي هذه الحالة ستكون ضد الأمريكي، وبطبيعة الحال ستكون ضد المصري والإسرائيلي دفعة واحدة، لأن مدى الاستقلالية الأخيرة التي عمل عليها أو الهامش الذي يعمل عليه السيسي اليوم ليس كالهامش السابق مع الأمريكيين. يريد مع إدارة بايدن أن يصل إلى أقصى تعاون من أجل إبعاد ملف حقوق الإنسان وغير ذلك، ويسلم للأمريكيين ما لا يمكن إطلاقا رفضه واستراتيجيا نتحدث. ولذلك فالبحر الأحمر اليوم يقاس بالمصلحة الإسرائيلية المصرية الأمريكية دفعة واحدة من داخل القيادة الوسطى، وهذا شيء مهم. أما بالنسبة للسودان فنحن نتحدث على أفريكوم، ليبيا نحن نتحدث على أفريكوم، هذا خط تماس دائما سيبقى كذلك موتورا ومتوترا، والسبب هو الأمريكيون أنفسهم، لأن إدارة العملية، وهنا أذكر دائما بالقوس الذي أقوله، دائما سيبقى التوتر ما بين خطوط أفريكوم وما بين خطوط سنتكوم، ما بين مصر والسودان سابقا وما بين السودان اليوم وما بين مصر، لأن هذا الجزء رغم ما يسعى له المصري في القفز لأخذ السودان كحديقة خلفية لسنتكوم، فإن الوضع العام اليوم يسير باتجاه أن أفريكوم في الاتجاه الآخر. على أي سيبقى هذا الخط خط تماس، كما هو خط تماس أيضا بين ديمقراطة الأنظمة عبر CIA وما بين استقرار الأنظمة عبر DIA أو استخبارات البنتاغون، لأن الذي دعم الثورات هم الأمريكيون، والذي خرب الثورات هم الأمريكيون، لأن الاستابليشمنت الأمريكي ما بين CIA المخابرات المركزية الداعمة للخارجية والتي لديها صناديق لدعم الديمقراطية وإلى آخر، هذا
لديه منظور. المنظور الثاني هو منظور مع الجيوش، مع الجنرالات، مع استقرار الأرض، مع استقرار المنطقة إلى آخره. لذلك فهذا الصراع لم يحسم، والصراع ما بين الجهازين لم يحسم. وأيضا هنا نقطة التماس ما بين القيادة الأفريقية للقوات الأمريكية والقيادة الوسطى سيبقى مختلفا بين سنتكوم وبين أفريكوم. أيضا الإيراني يلعب من خلف المواجهة، من خلف خطوط المواجهة، ودخل اليوم في أثيوبيا. المسألة لم تعد بحرية كما كان بعد أن فجرت إسرائيل الباخرة التي كانت هناك للحرس الثوري، والتي كانت تراقب القرصنة كما يسمى إلى آخره في البحر الأحمر. بعد أن انتقل الإيراني مباشرة إلى إعطاء الدرون إلى الأثيوبيين وقلب المعادلة بشكل كامل، وهذا الذي يجعل الإيرو ومهاجر والبيرقدار هم اليوم ركائز الصراع. البيرقدار التركي في أثيوبيا أيضا كورقة استراتيجية، مهاجر ستة كورقة قتالية اليوم، وهناك الإيرو الإسرائيلي انطلاقا من كريت وفي كل شرق المتوسط وإلى البحر الأحمر. هكذا يمكن النظر إلى الصراع الإقليمي الواضح. اليوم مصر تواجه إيران مباشرة مع الأثيوبي. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.